السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة محمد عبد الرحمن الغنام من مدارس الأنجال الأهلية في إدارة تعليم الأحساء. بدأت مسيرتي في أولمبياد الرياضيات في سنة 2017 في الدورات الأساسية المحلية. من بعدها كملت في جامعة الأميرة نورة للتدريب في المنتقيات لمدة سنة كاملة. منها انتقلت إلى التدريب المتقدم في جامعة الملك عبد الله كاوست، وأنا في هذه المرحلة والله الحمد لمدة سنتين. ومنها تدربت حول 2000 ساعة تدريبية اللي أدى لمشاركتي في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للفتيات اللي هو الإيجمو، وحققت لله الحمد ميدالية برونزية على مستوى المملكة. أشعر بشعور فخر كبير بتمثيلي للمملكة في الحوافل العالمية هذه. بدأت مسيرتي مع موهبة في الصف الرابع الابتدائي. شاركت في اختبار موهبة مقياس، منها انضميت إلى برامج موهبة الإثرائية كل عام، ومنها طورت مهاراتي العلمية ومهاراتي الشخصية. منها تعلمت كثير من المهارات الاجتماعية اللي أثرت فيني وساعدتني في أني أنا أقدر أكمل في هذا المسار في الأولمبياد الرياضيات. أثرت البرامج هذه في حياتي الشخصية، ساعدتني في أني أطور من مهاراتي الاجتماعية وأطور من نفسي، وأصير أنا أعرف أنظم وقتي وأني أصير تكون طموحي واضحة أكثر. وتعلمت منها مهارات علمية أيضاً في الرياضيات وفي العلوم وغيرها. أي مسيرة من هالنوع أكيد ممكن أن يكون فيها عواقب، بس مهم أن إحنا نتفاداها عشان إحنا نحقق طموحنا. الهدف هذا نرسمه بطريقة واضحة، والحمد لله موهبة ساعدتنا في الهدف هذا كثير من خلال التدريب المنظم واللي له فترة طويلة مرة. طموحي أني أنا الآن أكمل في التدريب مع موهبة والأولمبياد، أني أحقق جوائز عالمية أكثر وأرفع رأس الوطن في المحافل الوطنية كلها. ومنها بعد أني أنا أطور من نفسي عشان أنا أصير أقدر أفيد الوطن. حابة أوصل رسالة أن أي أحد ممكن أنه يوصل لهذا هذا الإنجاز، بس خلال الإصرار والمثابرة في هذه المواضيع والتركيز في المدارس والتركيز في كل البرامج اللي ممكن تشاركون فيها.